أننا نعيش في عصر التقنية التي قدمت لنا الكثير، فقربت البعيد ويسرت الصعب وتسللت إلى كل تفاصيل حياتنا، ولكننا تمادينا في استخدامها بطريقة قلت معها حركتنا ونشاطنا، وغفل كثيرون ما لقلة الحركة البدنية والنشاط الرياضي من خطورة جسيمة على صحة الإنسان. وتعرف الرياضة بأنها شكل من أشكال النشاط البدني المنتظم والمتكرر، والذي يهدف لتعزيز الصحة ورفع القوة واللياقة البدنية.